أحسن الله إليكم. في آخر أسئلته يقول: هل ذو القرنين والخضر نبيان؟ أما ذو القرنين فليس نبيا، وإنما هو ملك صالح مكنه الله في الأرض، وملك مسلم. وأما الخضر ففيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه نبي لأن هذه الأعمال التي ظهرت منه معجزات لا تكون إلا على يد نبي من أنبياء الله عز وجل، ومنهم من يرى أنه عبد صالح، وهذا هو ظاهر القرآن. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، لم يقل نبيا بل قال عبدا من عبادنا. نعم، هذا هو الظاهر والله أعلم. نعم، وإن كان ورد في وتكون هذه الأشياء التي ظهرت على يديهم باب الكرامات، كرامات الأولياء. نعم، فإن قيل إن الله قال عن عيسى عليه السلام إنه إلا عبد، وقال نوح وصالح عن النبوة وآتاني رحمة منه رحمة من عنده. نعم، لكن ذكر في موضع آخر أن هذا نبي، أن عيسى نبي، لكن لم يأتي في موضع آخر أن الخضر كان نبيا. نعم.